شفيع الناس في المحشر سيدي محمد. قالوا صدره فقلت بالعلم يزخر حبيبي محمد. شعر سيدي محمد. قالوا شفيعي وقلت في يوم المحشر شفيعي محمد. صلوا على أحمد شفيع الناس في المحشر سيدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهل علينا هذا المولد الشريف ونحن وجميع المؤمنين والمؤمنات في خير وعافية، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين بمحمد وآله الطاهرين. تقبل منا ومن المؤسسين والسامعين هذا العمل بأحسن القبول. تفضل على المرضى الصحة والعافية يا الله. إن شاء الله الساعة 8 نقرأ في بيت أبو نجف إن شاء الله، أبو صعب، الساعة 8 هذه الليلة بإذن الله. وإلى روح المرحوم المغرور الحاج سلمان أبو علي ووالده وولده الشاب ممدوح وأسلافهم ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة معطرة بأفضل الصلاة والسلام.